رؤية عمان 2040 أخذت على عاتقها يعني في محور تطوير الإنسان والمجتمع تطوير الجوانب الثقافية والجوانب الإبداعية والصعود بها إلى مستويات أعلى، وهذا شيء جيد. هذا يستلزم من الفنانين الاستفادة من هذه الأطر التشريعية ويعني التنظيمية التي أقرت رسمياً وتم وضع آليات وممكنات لها الاستفادة منها، ضخ الحراك على المستوى الفردي ومن ثم المؤسسات المعنية بالفن والثقافة في عمان ينبغي أن تطلع بدورها كما رسم لها في هذه الرؤية، وتساعد الفنانين جنبا إلى جنب مع الفنانين للصعود بها لتحقيق هذه الرؤية.